السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معلمة مادة العلوم للصف السابع مس دعاء أبو عمير. اليوم إن شاء الله بدنا نحل آخر إشي معانا، أسئلة الوحدة المتعلقة بوحدة علوم الأرض. أسئلة الوحدة صفحة 144 صفحة 145. خلال حلنا لأسئلة الوحدة راح نستذكر كل ما سلم الزمن الجيولوجي، طبقات الغلاف الجوي، عناصر الطقس، ومبادئ التأريخ النسبي. سلم الزمن الجيولوجي المحكم حقبة الحياة القديمة، حقبة الحياة الحديثة، حقبة الحياة المتوسطة، ودهر الحياة المستتر. طبقات الغلاف الجوي، طبقة الميزوسفير، الستراتوسفير، الثيرموسفير، والتروبوسفير. عناصر الطقس، الرياح والضغط الجوي ودرجة الحرارة. مبادئ التأريخ النسبي، مبدأ تعاقب الحياة، مبدأ القاطع والمقطوع، مبدأ التعاقب الطبقي، ومبدأ المضاهة. اليوم رح نستذكر كل اللي شرحناه خلال هاي الوحدة. نبدأ مع بعض بالسؤال الأول. السؤال الأول، ضع دائرة. ظهرت السرخسيات في حقبة الحياة القديمة. أجل، السرخسيات ظهرت في حقبة الحياة القديمة، وظهرت معها أيضا الأسماك، عدد من الفقاريات، وظهر أيضا معها حفورة الترايلوبيتس، لذلك سميناها حقبة اللافقاريات. بينما حقبة الحياة المتوسطة ظهرت فيها الديناصورات، ظهرت فيها نباتات معراة البذور مثل السنوبر، وظهرت فيها الأمونات، لذلك سماهنا حقبة الحياة المتوسطة بحقبة الديناصورات. بينما حقبة الحياة الحديثة سميناها بحقبة الثدييات، أنه ظهرت فيها الثدييات مثل الدب القطبي، ظهر فيها أيضا الإنسان والنباتات الزهرية. بينما دهر الحياة المستتر ظهرت فيها الكائنات ذاتية التغذية مثل البكتيريا والطحالب الخضراء، لذلك ظهرت السرخسيات في حقبة الحياة القديمة اللي هي فرع ألف. أكثر الغازات وفرة في الغلاف الجوي، ثاني أكسيد الكربون والأكسجين. حكينا ثاني أكسيد الكربون من ضمن، هو من ضمن الواحد، يعني مش هو كل واحد بالمية، هو من ضمن الواحد بالمية، لا، والأكسجين 21%. التنتين مش مع بعض، ما بزبط، لازم يكون التنتين صح. النيتروجين كان 78% والأكسجين 21%، إذا صح إن هذين أكثر غازين وفرة في الغلاف الجوي. بينما الأكسجين والأرجون، أيضا الأرجون من ضمن الواحد بالمية فخاطئة. ثاني أكسيد الكربون والهيدروجين هما من ضمن الغازات الأخرى، إذا الجواب خاطئ. إذا الجواب 2 ب، النيتروجين والأكسجين. تقاس سرعة الرياح باستخدام جهاز الأنيموميتر، السهم الدوار، الباروميتر، والثيرموميتر. سرعة الرياح كانت تقاس باستخدام جهاز الأنيموميتر، إذا الجواب ألف. طب السهم الدوار يستخدم لتحديد اتجاه الرياح، والباروميتر لقياس الضغط، والثيرموميتر لقياس الحرارة، إذا 3 ألف. اوكي تمام، اوكي تمام. هيك بنكون حلينا السؤال الاول، سؤال ضع دائرة. ننتقل مع بعض للسؤال الثاني، فسر كلا من. يزداد العمر النسبي للصخور كلما كان موقع الطبقة في الاسفل. ليه؟ لانه حسب مبدأ التعاقب الطبقي. حكى لنا مبدأ التعاقب الطبقي نص انه الطبقة اللي بتكون بالاسفل هي الأقدم، والما يعلو هو الأعلى. طب ليش؟ لأنه الطبقة اللي بالأسفل هي اللي ترسبت بالأول. مبدأ التعاقب الطبقي بيحكي إنه الطبقة اللي بالأسفل بتكون أقدم واللي فوق أحدث. طيب أوكي تمام. ليه؟ لأنه الطبقة اللي بالأسفل هي اللي ترسبت أول فهي أقدم، والطبقة اللي فيها ترسبت بعدها. إنه مستحيل تكون هاي الطبقة أقدم منها وهي مترسبة تحتها. فيزداد عمر النسبي للصخور كلما كان موقع الطبقة في الأسفل بيكون اللي بالأسفل أقدم وما يعلوها أحدث، لأنه الطبقة اللي بالأسفل هي اللي ترسبت أول حسب مبدأ التعاقب الطبقي، لأن الطبقة تكون قد ترسبت أولا حسب مبدأ التعاقب الطبقي. الضغط الجوي في عجلون أقل منه في الأغوار الشمالية. طب ليه الضغط الجوي في عجلون أقل؟ لأن وزن عمود العجلون أعلى، وزن عمود الهواء عندها أقل، فبالتالي الضغط أقل، لأنه عجلون أكثر ارتفاعا عن مستوى سطح البحر. مدامها أكثر ارتفاع فبالتالي وزن عمود الهواء عندها بقل، مدام قل وزن عمود الهواء بقل الضغط فيها أكثر من الأغوار الشمالية. ليش؟ هي موجودة على مرتفع، فبالتالي بقل وزن عمود الهواء عندها وبالتالي بقل الضغط. تميزت الكائنات التي ظهرت في بداية نشوء الحياة على سطح الأرض بأنها ذاتية التغذية. هلأ ليه ذاتية التغذية؟ لأنه ما في كائن حي آخر تتغذى عليه، فلازم أنها تكون تصنع غذائها بنفسها. بسبب عدم وجود كائنات حية أخرى تتغذى عليها، لذلك
بدها تصنع غذائها بنفسها وتكون ذاتية التغذية. أوكي تمام؟ أوكي تمام. ننتقل مع بعض للسؤال الثالث. تأمل الشكل ثم أجب عما يلي من الأسئلة. الشكل بوضح لنا مبادئ التأريخ النسبي. أي سؤال الألف، أيهما أحدث في الشكل ألف؟ هلأ إحنا بالشكل ألف. أيهما أحدث، الطبقة الثالثة أم الصدع؟ هلأ هذا مبدأ، أي مبدأ على مبدأ القاطع والمقطوع. شو بيحكي لنا مبدأ القاطع والمقطوع؟ إنه القاطع دائما أحدث من المقطوع. هلأ إيش هو القاطع؟ إما إنه يكون صدع مثل الصورة ألف، أو باء مثل الصورة باء قاطع نار. دائما القاطع إذا قطع الطبقة بيكون هو أحدث منها. فعندنا بالصورة هاي عندنا ثلاث وعندنا الصدع. الصدع كسر الطبقة ثلاث، صح؟ هي كسر الطبقة ثلاث. فما دام الصدع كسر الطبقة ثلاث، إذا الصدع أحدث من الطبقة ثلاث. تبعا لأي مبدأ؟ تبعا لمبدأ القاطع والمقطوع. إذا ألف أيهما أحدث، الطبقة الثالثة أم الصدع؟ حكينا الصدع. طيب في الشكل باء بدنا نرتب الطبقات من الأقدم إلى الأحدث. بدنا نرتب الطبقات، هي معانا من 1 إلى 8 من الأقدم. نبدأ أقدم إشي. شو أقدم إشي عنا؟ أقدم إشي عنا طبقة 6. أوكي تمام. إذا أقدم إشي 6، من بعد 6 من فوقيها 5، بعد 5 4، من بعد 4 3، بعد 3 2. هلأ منوقف هون تمام؟ أوكي تمام. بعد 3 2. هلأ ليش ما حكينا 8؟ أنه 8 جاي خارجي تمام؟ ف 8 بعد 2، 8 أجت عنا بعد 2، هاي 8. شو بيجي بعدها؟ هل بتيجي 1 ولا بيجي 7؟ هلأ نشوف. 7 قطعت 6، إذا 7 أحدث من 6. 7 قطعت 5، إذا 7 أحدث من 5. قطعت 4 قطعت 3 تمام، قطعت 2 وقطعت 8، إذا 7 أحدث من هدلون كلهم. طيب 7 أحدث من 1؟ لا، 7 مو أحدث من 1. ليش؟ إنه هي لهون 7 وهي طبقة 1. 7 قطعت 1؟ لا ما قطعتها، فبالتالي 1 أحدث إشي تمام. طب 7 قطعت 8 قطعت 8، اذا 7 احدث من 8. اذا ترتيب الطبقات، اقدم إشي 6، بعدها 5 4 3 2 8 7 قاطع، بعديها 1. يعني تكونت عندنا طبقه 6 بعدها 5 بعدها 4 3 بعدها 3 بعدها 2 بعدها اجت طبقه 8. اوكي تمام. بعد هيك اجى القاطع 7 واخر شيء ترسبت الطبقه الاولى. طب هذا الحكي على اي مبدا؟ اعتمدنا على مبدا القاطع والمقطوع ومبدا التعاقب الطبقي. اذا في الشكل باء الاحدث الاقدم 6 5 4 3 2 8 7 واحدث شيء واحد، اعتمدنا على مبدا القاطع والمقطوع ومبدا التعاقب الطبقي، اعتمدنا على هذلان المبدئين. اوكي تمام إن شاء الله. ننتقل مع بعض لآخر سؤال. السؤال بيحكي لنا ما اسم الجهاز الظاهر في الشكل. هذا الجهاز اسمه سهم الرياح الدوار. طب إيش وظيفته؟ لتحديد اتجاه الرياح. هاي على الاتجاهات، فهو بيحدد لنا اتجاه الرياح. لأن اسمه سهم الرياح الدوار، وظيفته يستخدم في تحديد اتجاه الرياح. طب ما هو اتجاه الرياح اللي بيحدده؟ هلأ بدنا نشوف هذا الشكل اللي هون ماشي مع مين؟ ماشي مع الإي. الإي هي عبارة عن الشرق، بتوضح لنا اتجاه الشرق. فاتجاه الرياح شرقية. ليه؟ لأنه بنمشي مع هذا السهم، وهذا السهم ماشي مع الإي. إي اتجاه الرياح شرقية. أوكي تمام؟ أوكي تمام. هيك منكون حلينا أسئلة الوحدة صفحة 144 صفحة 145، وبنحكي لكم كل عام وانتم بخير ويعطيكم ألف عافية.